يا ماما ضحكتها حلوه والطيبه بتنط من عينيها نط. اهي الطيبه دي بقى هي اللي خليتها حضرت عليا وانا بطوف في الكعبه. اه والله دي ما بتحصلش كتير. ده انا دعيت لك دعاء يا مروه، بتقول يا رب يا رب نولها اعلى المراتب، يا رب تنجح، يا رب رزقها الزوج الصالح اللي يريح قلبها ويبقى حنين عليها ويصونها ويبقى شكلنا كده ومننا وعلينا. طب يا حبيبتي كفايه كفايه، احنا خلاص حفظنا الادعيه اللي دعيتيها لك. تسلمي لي يا ابله. والله العظيم كان من قلبي. انا عارفه انه من قلبك يا منيره. قولي لي يا حبيبتي ابوكي ازاي حاله؟ طمنيني على صحته. تعبان قوي بصراحه. اخر مره لما سافرت له الاسماعيليه انا وايهاب الاسبوع اللي فات كان السكر مبهدله قوي. يا عيني يا عمي، ربنا يزيح عنك يا رب ويشفيك. ده هو اللي فاضل لنا يا ماما من ريحه الحبايب. لا يا ماما، واجب بقى ان احنا نبقى نروح نزوره بردك. اه طبعا ان شاء الله هنزوره. بس قولي لي يا حبيبتي انت عايشه هنا في مصر على طول عند اخوكي ايهاب؟ اه طول فتره الدراسه، اصل بيته كمان قريب من الجامعه قوي. اه ايه يا حبيبي؟ لا انا في البيت نازل اهو. يا عم اسمع انت الاول. طيب ماشي، مع السلامه. ازيك يا مروه؟ الحمد لله. مروه دي بنت زي العسل وطيبه، جايه تسال عليا انا وماما، وسهرت عليك انت كمان. منوره الدنيا. على فكره انا وكل الدفعه كنا شايفين انك كنت احسن واحد في البرنامج. يا ستي ربنا يخليك، يعني خلاص بقى انا زهقت من الكلام ده بصراحه. زهقت ده ايه؟ طز في مليون برنامج وانت قليل ولا قليل؟ بالك بعد ما طلع في التلفزيون ما بيعرفش يمشي في الشارع، ما بيعرفش يشتري حاجه قد كده من السوبر ماركت، الناس بيقفوا كده يتصوروا معاه، بقى زي العسل، كل الناس ملموم عليه كده. وايه والعروض بقى عنده عروض وناس كتير قوي عايزين يشغلوه، محلات وافراح. لا وايه، ما تعرفيش كمان هو رايح فين النهارده؟ لا لا منيره يا حبيبتي يعني مش مستاهله، البنت اكيد مش فاضيه، مش عايزين نصدعها يعني. عارفه ده رايح يسجل اغنيه جديده. ايه ده بجد؟ مبروك يا يوسف. الله يبارك فيك يا مروه، يعني هي مش اغنيه ده انا والعيال صحابي كده بنعمل حاجه بسيطه ونزلها على اليوتيوب، شغل شباب يعني. شغل شباب وحاجه على قدنا كده؟ يا سلام، يعني هو سعب حليم حافظ ولا سفاريد الأطرش لما طلعوا في التلفزيون طلعوا كده على طول الدور العاشر مره واحده؟ ما كل واحده واحده. يو انا سمعت على فكره الاغنيه دي، اغنيه حلوه قوي. اه يا للي يا للي يا للي يا ابو العيون الحلوه يا ابن خالتي. دخلتي ايه يا منيره؟ ابن خالتي ايه؟ اسمها يا خلي، يعني مش وقته. مش مهم، خلي يا ابن خالتي قريبين من بعض برضو. قومي روحي معايا. لا هبقى اسمعها لما تنزل ان شاء الله. قومي اقفي جنبه وتديله ثقه في النفس كده وتقويه. في ايه يا ماما؟ مالك؟ عايزه حاجه؟ روحي هاتي لي كوبايه مي. حاضر يا ماما، اهي جنبي بقيت كوبايه. لا دي بقى لها كتير، يعني زمان التراب دخل جواها. امشي هاتي لي كوبايه نظيفه. ما فيهاش ميه تراب ولا حاجه. اهي. ما فيهاش حاجه والله، اهي نظيفه والله يا ماما. جيب لك. حاضر من عينيا. على فكره قبل منيره اللي كلمتني علشان اجي اسلم عليك واقعد معاكوا شويه، فعادي يعني عشان لو عايز تنزل ولا حاجه. لا 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 خالص حبيبتي عادي يعني، منورانا. هي بس منيره حبيبتي يعني بتحب تخلي بالها مني زياده، لكن انت لو تحبي تيجي تعالي تنوريني. ايه ده بجد؟ بصراحه هي تبقى حاجه ظريفه قوي ان انا اشوفك يعني وانت بتغني في الاستوديو كده، بس مش عايزه ابقى بعمل لك قلق او بضايقك او حاجه يعني. تقلي ايه وتعملي له قلق ايه يا حبيبه قلبي؟ روحي معاه، اقفي جنبه وشجعيه. اه انت ممكن تيجي تقفي جنبي، وانت كمان ممكن تيجي تقفي جنبي لو تحب يعني. لا ده انا عايز اعمل صينية المكرونة عشان خواتك. طيب يا حبيبتي طيب، يلا اتفضلي يا مروة تعالي. باي باي طنط. مع السلامة يا أبلة. مع السلامة يا روح قلب أبلة. مقدمة وجميلة. مع السلامة يا أبلة. مع السلامة يا حبيبي. يلا يا مروة، يلا حبيبتي اتفضلي. ربنا يكتب لك في كل خطوة سلامة. مع السلامة. ليه كده يا ماما ليه؟ 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 طب أنا عملت إيه؟ حميدي ربنا انها ميه. امال ايه؟ كنت هسلقك بالنسكافيه السخن. ايه يا بنت اللي انت عماله تعمليه ده؟ مفيش دم ومفيش عقل. اعمل فيك ايه؟ ناقص تكتفيهم وتحطيهم في حضن بعض. ايه؟ عمال اخبز فيك من الصبح مفيش فايده؟ لا اله الا الله، ده اختبار من عندك يا رب بس مش عايز يخلص.
قلبي القاسي يحب ويصبح ناسي يشغل روحه ليه ليه اوعى يا قلبي تحب ويطلع قاسي ايه حينوبك ايه ايه قلبي القاسي يحب ويصبح ناسي يشغل روحه ليه ليه اوعى يا قلبي تحب ويطلع قاسي ايه حينوبك ايه ايه يرضيك تحتار لا لا بين جنة ونار لا لا والحيرة مرار لا لا يرضيك تحتار لا لا بين جنة ونار لا لا والحيرة مرار لا لا مالي بيه وماله حلو يا جماله مالي بيه وماله حلو يا جماله هو بيشغلني ولا بيحيلني ولا بيبدلني نظرتي وظني هو بيشغلني ولا بيحيلني ولا بيبدلني نظرتي وظني ولا حالي حاله حارتي مقسوماله ولا حالي حاله حارتي مقسوماله ظالم يا زماني لو ترضى بهواني تردش على تليفوني من امبارح ليه؟ شباب معلش أسامة دي سلمى صاحبتي من زمان قوي حاجة بقى ايه عندها مجلة فاشون وبنت ناس قوي دي مروة بنت عمي وخطبتي ازيك عاملة ايه كويسة؟ الحمد لله معلش ممكن ياخد يوسف ثانية واحدة بس ايه ده ايه اللي سمعتيه دي خطبتي وبنت عمي يوسف انا بتكلم بجد وانا بتكلم بجد اللي انت بتعمله ده مش فاهم ما بعملش اي حاجه على فكره بعدين احنا ما ينفعش يبقى في بيننا اي حاجه ما ينفعش تفكر فيها تاني ولا ينفع افكر فيك تاني تمام انا عشان انفعك في يوم من الايام لازم ابقى واحد تاني خالص حد عنده فلوس كتير قوي عشان اعرف اناسب حلمي عنين وده مش هيحصل فايرت تشيري من دماغي وانا هشيرك من دماغي بابي كلمك انا عارفه بابي كلمك صح بابي كلمك يا ريتني بطل نتكلم في اي حاجه انت بتعمل كده ليه مش مهم انت بتعمل كده ليه يوسف اللي انت بتعمله ده غلط وطي صوتك يوسف سيبني اتكلم بالطريقه اللي انا عايزاها اللي انت بتعمله ده غلط اللي انا بعمله اه اللي انت بتعمله وهتعرف يوم الأمين انه غلط ما تلمسنيش كده سيبني خلاص مين دي اصلا مين دي مين دي اصلا انت زيتها يلا يلا لا مش يلا يلا لا مش يلا يلا بعد اذنك يلا يلا يا سلمى بكرهك انتي مجنونة؟ انتي مجنونة؟ مين دي اصلا؟ مين دي اصلا يا يوسف؟ هو مش قالك ان انا خطبته؟ خلاص لا سيبني بقى خلاص سيبني بقى يلا يلا بعد اذنك يلا يلا اهدي 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 انا اسف انا اسف يعني زي اي اتنين
اتجوزوا بعض من غير ما يعرفوا ويدرسوا بعض كويس، اختلفوا فانفصلوا. طب هو ما حصلش بينك وبينه مشاكل يعني بعد الطلاق عشان الولد؟ حصلش؟ لا، في دي احنا متفاهمين ومتفقين يعني، عشان خاطر كريم وكده. ما شاء الله عليه زي الأمر. لا، وتحسي ان هو راجل كده، ربنا يحفظه يا رب. وانت كمان جانا وملك، ملك وجانا بناتك أمامير قوي، ربنا يخليهم لك. بس تحس يعني ان هم واخدين منك انت اكتر يعني. لا حرام عليكي، هم مش وحشين كده، انت عايزه توقفي سوق البنات؟ لا انا ما اقصدش يعني، انا بس اقصد انه بيقولوا يعني انه لما الاولاد بيطلعوا شبه باباهم قوي ده معناه ان مامتهم بتحبه قوي. سمعت انا الموضوع ده قبل كده فعلا، سمعته. اشتغل موظفه في التربيه والتعليم. موظفه شكلها ست لطيفه قوي يعني، لما شفتها في البنك وكده. لطيفه جدا جدا، لطيفه وحبوبه بنت حلال هي. احنا بنكذب يا لب. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني احنا ما تقابلناش النهارده عشان انت تقولي لي ان انت تمام وانا اقول لك ان انا تمام. لا لا، احنا مش تمام يا لب. احنا حياتنا باظت من ساعة ما سيبنا بعض 20 سنة. اتجوزتي و متوفقتيش لانه كان في مشاكل ادت للطلاق. ما هو ما ينفعش كانت الحياة تكمل. وانا اتجوزت ست عايش معاها حياة عيسة جدا، ست انا ما بحبهاش. ما بحبهاش. بس أنا ما جيتش قبلك علشان أسمع الكلام ده. أمال جيت تقابليني ليه؟ عشان إحنا أصحاب، وما كانش ينفع إن أنت تقولي إن إحنا نتقابل وأقولك لأ. عشرة ومعرفة سنين. احنا ما تقابلناش عشان احنا اصحاب وعشرة سنين، احنا تقابلنا عشان احنا بنحب بعض يا ربنا. عشان احنا اتنين حياتنا باظت من ساعة ما اهلك رفضوني لما تقدمت لك من 20 سنة. من 20 سنة. احنا قاعدين دلوقتي عشان كده. انت عايز مني ايه؟ سيبني في حالي، انا بقالي حياتي وانت بقالك حياتك. اسمعي 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 اسمعيني بس اسمعيني. مش هسمع حاجة. مقابلتنا دي اصلا كانت غلط، انا اسفة ان انا جيت. تقليب في الماضي ملوش اي لازمة. ارجوك ما تحاولش تكلمني تاني عن اذنك. ربنا من فضلك، ربنا من فضلك، ربنا فضلك لبنى. بابي ممكن تختار ورقة؟ خلاص؟ خلاص. طيب هتعالي لي. بص يا بابي، ممكن تفتح لي ايدك؟ اتفضل. طيب هي دي؟ لا. ماشي. طيب هي دي؟ برضو لا. طيب يعني هي مش من دول؟ خالص. طيب ممكن تعمل لي ايدك كده؟
اقفل هنا. ايه رايك؟ ده انت عبقري. شوف انت اتعلمت الحاجات دي فين؟ على اليوتيوب. اليوتيوب بقى ابن الدكتور ايهاب، ما يطلعش الدكتور زيه. عايز تطلع ساحر؟ اخيرا نزلت من اوضتك. انا سايباكي براحتك بقالك يومين اهو، بس بصراحه انا مش هسيبك اكتر من كده. انا عايزه افهم في ايه. مفيش حاجه يا فاطمه، انا كويسه. كويسه قوي، بدليل ان انت لا بتاكلي ولا بتشربي، سرحانه وقاعده في اوضتك بقالك يومين اهو. انا عايزه افهم بقى في ايه وايه اللي مضايقك. قلت لك مفيش حاجه، كنت عايزه اقعد لوحدي. احنا مش متفقين من ساعه ما جيتي هنا ان انا مش بس مرات اخوكي، وان انا صاحبتك كمان. ايوه، الموضوع ده له علاقه بيوسف. ايوه، فضفضيلي عشان ترتاحي. فت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 
ورايا البيت. سايب التلفزيون كمان متولع. ويا ترى البوتاجاز كمان سايب. انا على فكره ما كملش 10 دقايق تحت. عارف مصدقاك. وكنت هقول لك على فكره برضه، بس والله لقيت التليفون تاني مره. ما تبقاش تنسى زي ما تنسى التلفزيون. مالك يا ماما، في حاجه ولا ايه؟ لا مفيش. كريم أنا بحبك قوي. أنا لو بقسى عليك أو بشد عليك في المذاكرة أو في الخروج أو في أي حاجة تانية، عشان أنا خايفة عليك وبقلق عليك. أنت أهم حاجة في الدنيا دي، أنا عايشة عشانك. أنت فاهم اللي أنا بقوله ولا لأ؟ فاهم. بس هو في ازاي الحيوان ده يقدمها لواحده صاحبته لانها خطيبته؟ انا اختي رخيصه للدرجه دي؟ وازاي هتروح مع الزفت ده الاستوديو من غير ما تستاذن مني؟ وازاي تخرج مع يوسف لوحدهم؟ انا هطلع عينيها. انا بالنسبه لها صاحبتها، علشان كده بتقولي على كل حاجه. لو عرفت اللي احنا بنعمله ده مش هتقولي على حاجه تاني. وبعد كده ابقى اشوف بقى الاقليميه الساذجه بتعمل ايه في مدينه الذئاب. انت بتهزري يا فاطمه؟ البنت دي مش هتقعد هنا، انا هرجعها الاسماعيليه ان شاء الله حتى ما اتعلمت. مروه اوريدي نفسيتها زي الزفت وتعبانه. تقلي مفيش داعي انت كمان تخلص عليه. ايوه في. طب والدكتور رامي فين؟ طب انا جاي حالا. مسافه السكه. يلا انت رايح فين؟ في واحد يموت من المستشفى، حاله طارئه، لازم امشي. يلا فاتك الفيلم يا عمر، كان جامد جدا. اهلا 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 حبيبتي. حبيبي
عجبكم الفيلم؟ اه. مدام تقى ازيك؟ الحمد لله. مدام رانيا مش كده؟ ايوه. ايه؟ كان حلو الفيلم؟ اه. مدام رانيا يعني حابه تيجي بنفسها علشان تشرح لي انها ملهاش اي علاقه باللي حصل لي في الشركه. بصي انا ما بحبش احلف. بس بجد صدقيني انا ماليش اي علاقه في الموضوع ده. انا زيكم مستغربه اصلا ازاي حصل الموضوع ده. ما هو اصلا الناس المؤذيه ما فيش اكتر منهم. اه الناس المؤذيه كتير كتير فعلا. اه فعلا ده انا بشوف في الشغل ياما. طيب يا جماعه انا مضطره امشي دلوقتي عشان عندي ميعاد ضروري جدا. اوكي. عموما اي حد ناجح بتجيله لحظه بيكون عايز يسيب الوظيفه عشان يعمل his own business. انا قلت لعمر ممكن نعمل ايه بالظبط. هو هيحكي لك. شجعيه بقى. ومبسوطه ان انا شفتك قبل ما امشي. يلا باي باي. باي. اتفضلي. نورتي نورتي. يلا تعالوا. يلا تعالوا نلعب. يلا. عاوزة تشاركني. بتقول يعني ان هي ليها علاقات في الشغل كويسة قوي وان انا شغلي مطلوب. تقترح يعني ان احنا نتشارك ونعمل شركة مع بعض هي تمولها وانا اللي اديرها. يعني بتحاول تعوضني. الله في ايه يا تقل؟ انتي ما دخلتيش لقيتيني معاده على حجري وبلايفها يعني. مالك في ايه؟ توتو يا روحي خدي انتي الولاد وروحوا السينما عشان انا تعبان ومكتئب. وانا طبعا زي الهبله بقول حاضر عشان بقدر اللي انت فيه. بس ايه بقى؟ البيبي يستخفلني اجي الاقيه مع مدام رانيا. باي. بقولك ايه؟ انا فيا اللي مكفيني مش ناقص الكلام الفارغ ده خالص. اوكي. الست دي ما تعرفهاش تاني يا عمر. نعم يا اختي. مش انتي اللي تقولي لي اعرف مين ومعرفش مين؟ انتي اتجننتي ولا ايه؟ لا انا اللي اقولك. والست دي ما تعرفهاش تاني وفلوسها ترجع لها. والولاد انا هخرجهم من المدرسه وهوديهم مدرسه تانيه على قد امكانياتنا. اوكي. انت بتهزي على فكره. هزي الكلام ده. انت ولا فاهمه اي حاجه من اللي انت بتقوليه. لا انا فاهمه وعارفه كويس قوي انا بقول ايه وبتكلم بجد على فكره. تمام. عاوزه تتكلمي جد يا تقى؟ اه ماشي. طالما جد بقى انا طهقت وزهقت من طريقتك دي. طول الوقت شك 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 وتفتيش وتدوير. ليه ما جبتليش قبل كده من على سرير واحده صاحبتك ولا قفشتيني بحب في كافيه ولا ظبطتي رسائل على موبايلي؟ ليه بتعملي معايا كده؟ ليه طول الوقت محسساني ان انا هخونك ان انا هخونك؟ ليه؟ انت عارفه كويس قوي ان انا عمري في حياتي ما حبيت واحده زيك. عمري في حياتي ما شفت ست غيرك. ليه بتعملي معايا كده؟ وباجي على نفسي اقول معلش يا واد استحمل وبضحك وبهزر معاكي عشان ما ضايقكيش. بس ده مش معناه ابدا ان انا كمان ما بتضايقش. عارفه ليه؟ عشان انا بني ادم بيحس وبينجرح قوي لما يلاقي نفسه اي صوابعه العشرة شمع عشان واحده مش حاسه ومش مقدره ومش واثقه فيه. على فكره يا تقى قله الثقه دي ممكن تعمل فجوه كبيره قوي ما بيننا. فمن فضلك كفايه بقى لحد كده. كفايه عشان انا بجد اتخنقت. بجد يا عمر؟ انت بتتكلم بجد؟ انت شايفني كده؟ بخنقك وبشك فيك؟ انت بجد مش طايقني؟ ولو اتكتي عليا سنه اكتر من كده هتوصليني فعلا للحاله دي. حاجه تعرف؟